واش لافامي، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم فلوج جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. كما كتشوفوا مؤخرا شحال هادي ما حطيت لكم حتى فلوج، شحال هادي ما حطيت لكم شي حاجه على الاستكشاف، نمشيو نكتشفوا، نمشيو لشي بلاصه. وانما كما كتشوفوا هاد القضيه اللي ولات ديال الحجر الصحي، ديال مرض كورونا، شحال من حاجه كنحط لكم على الفيديوهات ايه حدا الدار هنايا. الا شفتوهم كنتريني ولا شي حاجه في الدار ولا برا هنا قريب حدا الدار. فوالا اليوم قررت نخرج، نخرج ندير واحد التحدي راسي، نخرج. واخا فايت ليا خرجت وتشديت وكما قالوا لي والو، نعاود نخرج هاد المره، نعاود نخرج ندير فلوغ. البرا ندير فلوغ، غنمشي لواحد البلاصه اللي ديجا مشيت ليها شحال هادي، الفيديو ديالها مشى ليا. وهاد البلاصه هادي اللي زوينه هي اللي غنمشيو ليها، حيت الشباب دابا ما يمكن ليا نمشي ليها حتى شي واحد. داكشي علاش انا بغيت نستغلها نمشي ليها، يعني ما نلقى فيها حتى شي واحد، نقدر نلقى واحد ولا جوج غير غاديين ولا شي حاجه. واحد البلاصه اللي سياحيه اللي زوينه، واخا ما هذا الشيء واخا ما معروفاش بزاف، وانما نخليكم تعرفوها، نعرفكم عليها. واحد البلاصه اللي اجمل بلاصه كنفضلها انا هنا في اسندال، المنطقه ديال اسندال كاينه في النواحي ديال تارودانت. هاد البلاصه هادي فيها واحد المكان اللي واعر اللي زوين، غتعرفوه تفرجوا في الفلوق حتى الاخر غتعطي تعرفوه مزال. فوالا دابا غادي نخرج، غنمشي نعيش هاد الشيء، شنو بغا يوقع، واش غيوقع ليا شي حاجه، واش غنتلاقى شي حد، واش غيوقع شي مشكل، مازال ما عرفتش شنو غادي يوقع. فوالا شنو غنديرو دابا، مشينا. دابا خليت بيكالا فواحد البلاصه هنايا، غادي تحط ديك الشجره، غنمشي لتما دابا، غادي نرجع سو كملت ديال العيد ديال بصح. واو فامي، المهم دابا وصلت لواحد البلاصه، خليت البيكالا فهاد الدوار هذا اللي هنايا، خليت البيكالا تمايا. هادي الشيء اللي بغيتي توصل تمايا، الا بغيتي تدخل لديك البلاصه اللي قلت لكم، خاصك تمشي على رجلك. ما يمكنش ليك تمشي على بيكالا، ما تلقى داك الشيء بين الجبال، ما يمكنش ليك دير بيكالا، صعيبه بزاف، غير برجليك، برجليك وبرجليك حسن اصلا. تشوف الطبيعه، تشوف بزاف د الحوايج. داكشي اللي غتشوفو في هاد الفلوق هذا، واحد الفلوق غيكون كبير بزاف، تفرجو حتى الاخر تشوفو شي حوايج اللي واعرين. هاد الفلوق كنت درتو هاد شحال هادي كما قلت لكم، كنت درتو شحال هادي وجات ديك الازمه، وداكشي ماشي الازمه، تصحوا لي الفيديوهات وداكشي. المهم دابا غنديرو يكون كبير وفيه بزاف د الحوايج، نعطيه وقت بزاف. ديك المره ما عطيتوش وقت بزاف، ما كنتش مسالي، دابا غنعطيه واحد الوقت اللي بزاف، غنشوفو شي حوايج اللي جداد، شي حاجه اللي زوينه، نلقاوه تبدل اصلا. فوالا هادشي اللي غنشوفو دابا. دابا نزيدو نكملو على رجلينا، كاينه طريق طويله. واو طريق طويله مازال عندي، خصني نشدها سو. يلاه دابا وقع لي واحد البلان اللي خايب، كما كتشوفو الطريق مازال كاين هنا، شتوه الطريق مازال مقاده. وانا الدوار، هاد الدوار هذا اللي هنايا كان تيحسب ليا هو الاخر صافي، حيت ما عندكش فين تزيد مازال. فاش خرجت منه بانت لي الطريق عاوتاني كبيره، الطريق كاين فين دوز وكلشي. فوالا غنزيد نكمل على رجلي الدار، وصلت داك الدور عاد غيبان لي الطريق اللي مدايره. ما يصحابش لي انا، واخا جيت ليه شحال من مره، جيت ليه شي خمسه المرات هاد البلاصه، شي خمسه المرات جيت ليها، واخا هكاك تنسات لي الدوار، كيدوخوني بين الدوار، دوار دوخوني، ما بقيتش عاقل واش كاين الطريق ولا ما كاينش. غادي ما نديرو، نزيد نكمل برجلينا. فوالا هو داك الدوار وصلت ليه، ها هو هنا غنوصل داك الدوار. غنزيد دابا ديك الساعة غنبدا في الطبيعة، الطبيعة بصح اللي جيت ليها نشوفها، الطبيعة اللي كنت غنصور لكم.
انا وصلت لواحد البلاصه بغيت نرتاح شويه. هادو من بين الاماكن اللي كيعجبوني نجلس فيهم مزيان. فيه واحد فيه واحد الراحه اللي واعره، فيه واحد الظل اللي زوين. مثلا يكون الصهد وتجلس فيه، يا سلام يا سلام يا سلام. كما كتشوفوا الصهد راه كاين، حيت كاع ديك اللعبه اللي كنت لابس غير هاد اللعبه هادي ديال نسكم. واش غنديروا دابا؟ نزيدوا ونكملوا الطريق ديالنا. راه درت لكم واحد التصويره هنايا، حطيتها لكم في الانستغرام في ستوري، وحطيتها لكم حتى في البروفايل ديال انستغرام فيسبوك. اللي باقي ما دخلوا ديال الانستغرام وفيسبوك، هبطوا لتحت في الديسكريبسيون صندوق الوصف. عطيت ما راح حطيت لكم كلشي، حطيت لكم الانستغرام فيسبوك، كاين حتى تويتر واخا ما كتدخلش ليه بزاف. سو راه صور، درت واحد التصويره زوينه، درت واحد السينيماتيك هنايا، داكشي يا سلام. دخلوا عندنا الانستغرام فيسبوك، تكونيكطاو اي فوالا. هادشي اللي كاين دابا، غنوضو في حالتنا اي فوالا. اجي انت الصاك ديالي كاميرا اي فوالا. هو ديك البلاصه شفتوها، هادو من الاماكن اللي كنبغي انا نجي ليهم بزاف. دابا غنزيدو كما الطريق ديالنا، جاني شويه الجوع، خصني نوصل تما، خصني ندير الشوايه. فوالا كما كتشوفوا الطبيعه مازال قدام. غنزيدو دابا غنوريكم داكشي اللي كاين هنايا، شنو كاين، الرمان كاين، هاديك الشيء يقولوا ليها هادي هي. شفتو باقي ما طيبش، ماشي الفول، ماشي الفول تيقولوا ليها. انا غنوريها لكم شفتو، حيت وحده لهي شفتو، هادي باقي ما طيبش. كتكون فاش كتكون طايبه كتولي كيولي لونها قهوي، بين القهوي والكحل. مازال غنوريها لكم لقدام، نشوفوا الا لقيت شي رمان تمايا نمشيو ندوزو بها هادشي اللي غنشوي، ونزيدو لكم الرفيق ديالنا. كاين بزاف الحوايج، كاين اللوز، كاين اركان، كاين الرمان، واقيلا بان ليا حتى حاجه ما طايبه هنايا، حيت هادي هي الوقيته اللي كيطل فيها. اخر مره كنت فيها كان رعيد، اخر مره كنت فيها سميتو لقيت كلشي طايب، لقيت الرمان طايب، لقيت شحال من حاجه طايبه وكليت منه مزيان. شحال كليت ديال الرمان؟ ما عرفتش ديال ماليه ولا ماشي ديال ماليه، غير كناكلو غادي، ما كليتش بزاف. المهم راه كليت شي حاجه. شوفوا السخون، شوف هادي احسن بلاصه، احسن بلاصه كتعجبني انا نجي ليها. بياض بياض الحجر هادو كنبغي ندير في الصور هنايا شحال من حاجه. سو دابا نزيد لكم الطريق ديالنا اللي كتشوفوا الجبال قدام، قد شفتو الجبال كبار بزاف. سو نكملو الطريق ديالنا. فوالا حصلت تمايا وبزيز باش لقيت الطريق تمايا. على يلاه نكملو الطريق. سو دابا غنخليكم مع هاد السينيماتيك، هذا واحد السينيماتيك غتفرجوا في هاد السينيماتيك اللي غندير ليكم، غتفرجوا فيه، غنصور ليكم كلشي، غنشد ليكم الطبيعة، غنشد ليكم كلشي قبل ما نوصلوا لواحد البلاصة فيها الماء. هذيك هي البلاصة اللي بلاد كيدوز منها الطبيعة كاملة، عاد كيوصل لديك البلاصة اللي فيها داك الماء. غتخليكم تفرجوا في هاد السينيماتيك، تفرجوا فيها نديرو كبير شوية، غتفرجوا مزيان، تشوفوا الطبيعة، تشوفوا شحال من حاجة كاينة هنايا. كاين بزاف الحوايج، كاين الرمان، كاين بزاف شحال من الفواكه كاينين هنايا. دابا خليكم مع الفيديو وتفرجوا. كتشوفوا هاد البلاصه هادي هنا شتو هنا الماء كيجي من الفوق، مالي راه كيجي من هنا 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 هنا، وكيجي من هنا شتو، ها هو كيجي من هنا. هذيك هذا هو الواد اللي كاين هنايا، تقدر تكون ما كتسمعنيش مزيان واقيلا ما على حسب الريح. وهاد البلاصه هادي ها هي، هنا كيجي الماء، ولكن الماء بان لي ما كاينش فاقل هنا، وقال لي كاين، نزيد ندخل مازال لداخل تما فين كاين الماء. وهذاك اللي لتحت راه هذاك تاع هذيك راه الواد شفتو،
هذا الكاميرا واد كبير تما كيدوز الماء. الا كتشوفوا الحجر لونه بيض، يعني الماء كيدوز ديما تما، داكشي علاش الحجر لونه بيض. واللي لاحظت هنايا الماء ما عرفت علاش ما كاينش، كما كتشوفوا هنا بان ليا الماء ما دايز، واقيلا حيت ما كاينش ولا ما عرفتش، مازال واقيلا يقدر يكون لداخل، مازال يقدر يكون لداخل. الا لاحظتوا هاد البلاصه هادي، هادي هاد البلاصه هادي، الماء راه كيخرج بين هاد البلاصه، بين هاد الشيء هذا كيدخل لهيه، راه كيدخل بين هاد الحجره هادي. شفتوا الماء الا لاحظتوه، راه كتسمعوا واحد الصوت اللي فوق ليه، واحد الصوت كيتسمع الفوق ليه ديال شي حيوان، ديال شي طائر، ولكن الصوت ديالو ما دابا المشكل كيغوت ولكن ما غايبانش ليك. او لا لا، كملوا الطريق ديالنا. هنا الماء مازال زي شتو، هنا واقيلا كاين الماء، ها هو شتو هاد البلاصة هادي كاين الماء، هاد البلاصة هادي. أزيد دابا نكمل الطريق ديالي، سير الله. مازال غادي وسط الطبيعه هذه، مازال ما وصلتش للبلاصه اللي بالضبط خصني نوصل ليها، فين غنجلس؟ جبت ما غندير الشوايه، غندير كلشي بوحدي والله. انا جبت معايا الشوايه، اول مره نتي معايا الشوايه، شويه اللحم شويه العطريه داكشي، نسيت حاجه وحده، نسيت المناظره باش غندوز. ما عرفت باش غندوز هذا الشيء كاع، الماء باقي على الماء، ندوزها بالماء. سو هنا كما كتشوفوا فهاد الفلوق هذا يكون مختلف على هذاك اللي كنت درت لكم شحال هذه فهاد البلاصه، هذاك يكون مختلف بزاف، شحال من حاجه يكون مختلف، هذا غيكون كبير شويه وندوي على شحال من حاجه. هنا الواد هذا الواد، هذا الواد حيت كبير، الواد كبير. واش نديو هاد البلاصه هذا، الله نحصلو ثاني هنايا، زيد انا دزت. ها هو الماء هنا واحد البلاصه كيهبط فيها الماء، شوف غنمشيو ليها نشوفوها كيفاش دايره، نهبطو ليها. هنا الطبيعه يا سلام هنايا، اوبلا
الماء نقي بزاف شتوه، الماء نقي بزاف شتوه، الماء نقي بزاف. هنا دايرين الحدود، غندير لكم شي واحد السينيماتيك هنا اللي زوين، ندير واحد السينيماتيك اللي زوين هنايا. واخيرا وصلت للظل، الظل ديال الشجاري. اسمعوا لي على طيور طيور على واو. هنا كما كتشوفوا الرمان، واو واقيلا الرمان ما كاينش، واقيلا ما كاينش، الطريق غلط فيها واقيلا. لا غادي نطلع من ليه، واو زيد نطلع لفوق شويه، بان لي الرمان تاع هو ما كاينش. واو كما كتشوفوا تلفت عاوتاني على الطريق، ما عرفت علاش كنتلف على الطريق بزاف، مشكله. واو يا سلام، والله الا مشكله صافي، وحق الله حتى مشكله صافي، ما عرفت علاش تلفت على الطريق بزاف هاد المره، كنت على الطريق بزاف. واو الا ما وقع لي شي حاجه في هاد الفلوق هذا ما غايدوش بخير ولا خير، بس ضروري شي كارثه. انا اي فلوق درتو، اي فلوق درتو ضروري كيوقع لي شي مشكل. واو زعما ماشي اول مره نجي ليها، جيت ليها شي 5 د المرات هاد البلاصه هادي، اول مره نجي ليها. شوف حنا خرجنا للشمس يعني الطريق. واو عاد دابا وقع لي مشكل، كنت غادي مع الطريق هنا تما لقيت بنادم صاد الطريق، ما يمكنش ليك تدوز ما يمكنش ليك تدوز، اسد ديرو ما كاينش، عرفتي شحال من واحد حاس عاسين تما، وبنادم ما كيجيش بزاف في هاد الوقيته اصلا، ما غايجيش لا شي، بقى عاس تما قال لك زيدي ما غاديش تدوز، فهمتيني. هما شي 5 جوج هنا وجوج في الجهه الاخرى، واحد الوسط يعني ما عندك فين تدوز، سد الطريق تما، اللي جا كيرجعوا اللي جا كيرجعوا اللي جا كيرجعوا. وانا شنو درت، جبت معايا هاد الحمادة، جبت معايا الشواية، تقولوا راه ما كاينش هانتوما الشواية، هاهي غنشوي بها هنايا، عاد نشوف شنو غادي ندير مع هاد، واش غندوز ولا ما غاديش ندوز، ما عرفتش اللي ما دزتش. المهم نصور لكم أي حاجة بقات هنايا وداك الشيء، ماشي مشكل. سو خلونا دابا نشوي هاد الشيء اللي جبنا، إيه فوالا، هاهي الشواية غنجبد غنشوي، هو اللحم هو اللحم. هادو جابوا لي الجو ملي داروا لي هاد الطريقة البلان، هادو جابوا لي الجو، اجي نتا نسلي الدية بعدا ونشرب. خصني الكاغيط باش نشعلها فيا، غندوي معاكم فواحد الحاجة، غنسالي الكاغيط هدا غندوي معاكم فواحد الحاجة، صبرو عليا ندبر على شي كاغيط نشعلها هاد العافية. شوف هاد الكاغيط نيت لي فاش جبت اللحم، هدا فاش جبت اللحم غنشوف معاه إلا بغي، إلا بغا إلا بغا، هاد الكاغيط نيت. تفرجوا فيا ما طلعش ما طلعش، هذيك البريكه دابا يجيو لهنا غايجي اي كاميرا راه يعني يجريو عليا. زيد 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 زيد، عايش حلات عايش حلات عايش حلات، والله تشعل شعلي، زيد شعلي زيد شعلي زيد شعلي، هي كتشعل الله، هي كتشعل هي كتشعل، هي شعلات. وعندك عندك أطفال
مشكلة هاد الشميس يقولوا لهم هاد العدوية هنايا ما كتشدش فيهم العافية بزاف. الريح كيف في ليا الزمر هذا اول مره نشوي، اول مره نشوي في حياتي في شي بلاصه خارج برد. الفلوق ديالي ما مولفش ندير فيه بحال هادشي هذا، غير هنا عارف راسي غنحصل هنايا، عارف راسي غادي نحصل هنايا ما غنلقى فين ناكل. وفايت لي حصل ديك المره ما جبتش معايا الماكله، حصلت هنا ديال بصح كنت كناكل داك الرمان خامج ماشي حتى شي رمان. المهم كان طيب شويه. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Such a recommendation, like a mission. I got shit to do, the aftermath of preparation. Hustle, go move, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to stick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it reputation. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison to rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause the sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Tell me what's wrong and why you never said you felt that.
you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. داري حركتها سو كتبان ليكم ما تشاد الكحولية اللي فيها كاع لا 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 هذا خبز هذا ديال هذا خبز ديال افلون تيقولوا ليه خبز ديال افلون وليج معايا موليفش كنجيب معايا كنطيب بحال هكا هي اول مره نطيب نجيب نطيب هنايا سو بغيت نجيو معكم فواحد الحاجه قبل قبل ما ديروش كيما درت انا ما تشوفونيش انا خرجت بغيت تخرجوا حتى نتوما هذه واحد النصيحه انا خرجت على اساس البلاصه اللي جيت ليا ما كيجي ليها حتى شي واحد فهاد خصوصا فهاد الوقيته هذه ما كيجي ليها حتى شي واحد كلشي داخل لدارو انا استغليتها خاويه وزوينه ورقيه قلت نجي ليها ندير نصور فيها فيديو حيت عرفت راسي ما كيجي ليها حتى شي واحد فاش جيت لقيت بلاد واقف هنا زعما بلاد ما يجوش حيت بلاد مقاص في دارو خايفين باش ما يجوش ما ديروش كيما درت انا وتخرجوا وتمشيو للدورو حيت ماشي اي بلاصه تقدر تمشي الدور فيها ماشي اي بلاصه تقدر تمشي ليها سو واش كنت باغي نقول لكم هذه
صادين طريق تما يمكن لك تدوز ماشي مشكل. انا مولف مولف بحال هذا الحمق مولف اي فلوق مشي اي فلوق مشيت ليه كنلقى فيه مشكل ضروري شي بلان ضروري شي حاجه تقع عليك مع شي حد ولا شي حاجه ضروري. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying. ولا دابا ساليت اللوز بحالاتي دابا غنجمع هاد الشيء هذا ونزيد بحالاتنا مع الطريق ونرجعو فين كنا. فوالا نجمعنا هاد الشيء البريك انا نساها فوالا دابا كلينا صافي ما نسينا والو هنايا شدو الطاك. واو 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 هانتوما كيما كتشوفو وقع علينا مشكل ما قدرناش ندوزو حتى ال ايه. والبلاصه اللي غنوصل ليها اصلا راه مدايره بحال ديك البلاصه اللي قلت لكم كيخرج منها الماء من التحت راه كيك مدايره يعني ماشي مزيانه كيعموا فيها الدراري وكلشي. ولكن الاكثريه اللي زوين هنايا الطبيعه الطبيعه هي اللي زوينه هنا بزاف غتعجبك غتسارى فيها شحال من حاجه سو. دابا ما انتم كتشوفوه ديك المره دزت مشيت فاش الدنيا هانيه وكلشي دزت ومشيت حيتاش مكانش هادشي هذا. هاد المرة مكتابش ماشي مشكل أنا أنا فهمتيني أنا راه فايت شدوني هادوك صحاب الحال فايت شدوني فواحد المرة كيما كليكم كيما ديرها معنديش لا ورقة صافي طلقوني ومشيت شي مشكل. مرة أخرى نقدر نجي ليها عاوتاني نصور فيها شي فيديو عاوتاني بحال هكا. واو 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 انا اللي كان اللي كنستافد من هادشي كامل كنستافد التجارب حيت شي الا ما وقعش لك شي مشكل شي حاجه ما غاديش تستافد كتعلم بزاف د الحوايج. انا في الفلوغ تعلمت بزاف ديال الحوايج بزاف د الحوايج تعلمت وقعوا لي مشاكل بزاف وشحال من حاجه. كنصح اي واحد ما يخرج بحال هكا كيما خرجت انا ما يخرجش في دور علاش ما غنلقى اكثر من المشكل اللي لقيت انايا. انا صرا هادي مولف انا مولف المشاكل في الفلوغ مولف المشاكل بزاف ماشي زعما اول مره ولا ديما فايت ليا كاع حصلت في الزنقه
فايت ليا وصلت ما عنديش باش نخلص الطاكسي باش نرجع فين كنت. بزاف بزاف وقعوا ليا. الا ما الا ما كنتيش حربي راه ما غاديش تصور لي فلوغ. ما الا ما كنتيش حربي ديال بصح انت ما فهمتيني ما عندك لا ريال لا جوج. الا ما كنتيش حربي ديال بصح راه صعيب صعيب دير شي فلوغ نيتو طلعوه. وانا ديما بوحدي كنكون غير بوحدي زعما ما كيكونش معايا شي واحد ولا شي حاجه كنكون غير بوحدي. هادشي اللي كاين. غادي نوريكم شي حوايج اخرين هنا. دابا راني رجعت ما قدرتش ندوز تما. وا السيد هز العصا هز العصا. المشكله كنت كنت غنصور لكم والهضره اللي كنا تنقولوا باش تسمعوا كلشي بعينكم. ولكن المشكله التليفون شديتو طفيتو ودرتو في الجيب باش ما يديش شارجات ليا. كنت غنصور لكم كلشي الهضره اللي كانت بيناتنا وشحال ماش هو باغي يدبز كاع. قلت له انا راه ما غنبينش لي اصلا واش انا غندبز. السيد بغا يدبز قال لك غترجع. دابا هي غترجع. بقيت معاه صافي. شتو مشى دير العكس والضيد ما بغاش ندور الموضوع مشاكل وشحال من حاجه. وانا نقول له صافي انا غنرجع. رجع طيب داكشي اللي شتو تما ياكل هنا كذا. انتما انا لقيت لكم داك ماشي الزعبول الكرموس. الكرموس ولكن ما طيبش هو. ولكن ما طيبش شتو. غادي نوريكم شي حاجه اخرى. هادو ما هادو غير ورد عادي شتو. ورد عادي واقيلا الريح ما تسمعليش. هذا الرمان ولكن باقي ما طيبش. هذا الرمان ولكن باقي ما طيبش. هذا داك باش كيصايبو اركان. ها هو شتو هذا كيصايبو به داك اركان. الريح ما غاديش تسمعوني كيصايبو به الزيت ديال اركان. هو هذا عرفت فاش تيكون غدر باش باقي ما طيبش. حتى حاجه باقي ما طيبش. لا الرمان لا البنان لا شحال من حاجه شحال من فواكه هنا باقي ما طيبينش. حتى الزيت كلشي حتى حاجه باقي ما طيبينش. اصلا الفوق راه خرج ليا عوجني تيدلي فوالا. المهم انا قربت نوصل للبلاصه اللي خليت فيها البيكالا. غنمشي ناخذ دابا البيكالا ديالي. ما عرفت كاين شويه ديال الريح ما غتسمعونيش بزاف. هو الدوار الاول الدوار الثاني كاين الفوق ليه. الدوار هذا تيقولوا ليه تمكن سيفت. والبلاصه اللي كنت فيها باقي ما ولاتكش. ديك البلاصه بعدا سميتها بعدا. ديك البلاصه سميتها عين دومدرة. عين دومدرة هذه هي احسن بلاصه اللي انا كنبغي نجي ليها في اسندان كامله. حيت كان واحد المنطقه تيقولوا لها اسندان. كاينه في النواحي ديال تالودانت. كاينه في الشرق في الشرق ديال تالودانت تيقولوا لها اسندان. معروفه بزاف. لاصقه على ايتباها على شتوك ايتباها لاصقه عليها. فوالا هاد البلاصه هادي هي البلاصه اللي كنت فيها. هي البلاصه الوحيده اللي كتعجبني بزاف نجي ليها نجلس فيها ندور فيها. فيها الطبيعه فيها الماء فيها بزاف د الحوايج. البلاصه المفضله عندي بعدا فهاد الجوايع كاملين ديال اسندال هادي هي البلاصه الوحيده اللي كاينه اللي زوينه اللي بغى يجي ليها ولا بغى يعرف الطريق ولا فيها بزاف ما يتشاف. يدخل عندي في الانستغرام ولا فيسبوك يصيفط لي ميساج نهضر معاه نوري فين غيمشي الطريق كذا. وما عندو منا شي خاف. انا راه وقعوا لي هاد المشاكل غير حيتاش الحاجه الصحيه ما تخرجش وهادي وانا ما تسوقتش حيتاش فايت ليا شدوني ما لقاوش عندي الورقه. داكشي علاش ما تسوقتش. ما داروش ليا شي اعاقه باش انا من اخرى ما نعاودش ما تسوقتش. عاودت مشيت عاوتاني ماشي مشكل. عزيز عليا بحال هكا التجارب الحماق مع بنادم كذا دواز اللي ما داز عليك الدقه ما غاديش تعلم. سو هادشي اللي كاين. اللي بغى يجي لهاد البلاصه هادي راه فيها الطبيعه بزاف راه كبيره. فالطبيعه بزاف هنا راك المهم راه كنا فيها. دابا راه خرجت الدوار راه كاين اللي غنمشي ناخذ البيكالا ديالي باش نمشي بحالاتي. فوالا لا فامي هنا كيتسرى الفلوغ كيما شفتو داكشي اللي وقع شحال من حاجه وقعت ليا بزاف. الفلوغ زوين خايب ما عرفتش دزت فيه شي حوايج وصافي. المهم هادشي اللي كاين. غادي نكون شي فليك اللي واعر ونرجع شحال من حاجه بغيت نديرها في الفلوغ شحال من حاجه باغي نقدم مزيان فاش وقع هاد البلا طلع لي الدم مصوتوش مزيان مكديرش بلاتي. المهم ديرو لي واحد لايك بارطاجيو الفيديو ابونو فلاشي اللي باقي مطبوناش ان شاء الله شوفو عاد تزاد هاد الازمة هادي غيطلقو ليها عاوتاني خيوط عرب راه مكاين غير عندك الصح. غادي ليكم شي فلوق حسن من لي قدام شي بلايص عاوتاني جداد كيف العادة بلايص جداد الباكين
يلا خليكم دابا على الله تشاو.